أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا شكرا. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا حصة من خلالها مع أخصائيين نجيب لكم نصائح باش تساعدكم في تربية أولادكم اللي هم أولادنا. اليوم عندنا موضوع مهم، موضوع الأولياء لما حاجة تقيس الصحة نتاع وليدهم ولا الهيئة نتاع وليدهم تصيبهم دائما مقلقين، وحنا ماذا بينا من خلال هذه الحصة هذه نجيو باش نطمنوهم ونعطيهم بعض الحلول ونديروا تشخيصات مع بعض. اليوم عندنا موضوع السمنة، سي لوبيزيتي، يعني لما الطفل الوزن نتاعو يكون زايد على لا موين، على المتوسط يعني المعروف. ماذا فينا اليوم مع اخصائيين نتكلموا على هذا الموضوع هذا ونطمنوكم ان شاء الله ونعطيكم بعض النصائح كيفاش يعني وقتاش يكون الطفل مصاب بالسمنه وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الحاله هذه. اذا يرافقني اليوم الاخصائيه في علم النفس السيده تفاحي هنيه. تفضلي مدام. مرحبا بك مدام، شرفتينا. تفضلي مدام. الله يخليك. معنا كذلك السيد لابري نور الدين، تفضل. 39 سنة في سلك التربية والتعليم. تفضل أستاذ، تفضل. مرحبا بك، مرحبا بك. تفضل 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 تفضل. معنا كذلك أخصائية في طب الأطفال السيدة شافعي سميرة. مرحبا بك مدام، مرحبا بك، شرفتينا. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا شرفتينا. معنا كذلك تجربة حية، معنا إيمان. مرحبا بك إيمان، تفضلي 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 إيمان، شرفتينا شرفتينا. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضلي تفضلي. ودائما في كل حلقة نجيبوا طفل ولا طفلة يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا سهيب، تعال سهيب تعال. أرواح، واش راك ولدي؟ لاباس سهيب، واش راك؟ صافا لاباس. تحب تقرا سهيب؟ تحب القرايه شويه؟ والواجبات المدرسيه تاعك ديرهم وحدك ولا حتى يقول لك راح تقرا في الدار؟ ديرهم وحدي. وحدك؟ والوالدين تاعك يراقبوك كي تقرا كذا، يشوفوا واش راك دير وكامل؟ نعم يراقبوك. هيا مليح، وتلعب شويه وتقرا شويه، لازم تعرف تنظم وقتك. من اليوم لازم تكون منتظم في الواجبات المدرسيه تاعك، هذا وعد يا اخي. ها خلاص، تفضل سهيب، روح دير الواجبات المدرسيه تاعك هذاك المكتب الجميل. وانتم ثاني يا اطفال ما عليكم الا توجهوا باش تديروا الواجبات المدرسيه تاعكم باش تنجحوا. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم. اذا موضوع السمنه موضوع مهم جدا، موضوع الحمد لله انه ما يقيسش كاع الاطفال، ولكن ماذا بينا اليوم نتكلموا على الاطفال اللي تقيسهم هذه السمنه هذه وكيفاش الوالدين تاعهم يتعاملوا مع هذه الحاله هذه. يا هل ترى هي حاجه غراف يعني حاجه خطيره ماشي خطيره، وقتاش ترجع خطيره؟ يعني بالك كاين السمنه بانال اللي تزول بعد سنوات بعد تمارين رياضيه ولا كذا ولا بعد تحسيس، ولكن بالمره تكون سمنه مرضيه وكامل. ماذا بينا دكتوره شفعي سميره اخصائيه في طب الاطفال، ماذا بينا تنورينا على هذه السمنه هذه وقتاش السمنه هذه لازم الوالدين ياخذوها بعين الاعتبار ويشوفوها بلي خطيره. وجينرالمون هذه السمنه هذه يا هل ترى تجي في سن مبكر ولا في سن حتى الطفل يكبر شويه؟ ماذا بينا توضحي لنا هذه الصوره هذه. الله يخليك، شكرا على الدعوه. مرحبا بك، يسلمك. دونك بوغ لوبيزيتي ولا السمنه عند الاطفال، يعني التعريف تاعها هي ناخذ يعني الطفل نوزنوه نديروا الميزان تاعو نديروا الطول ديالو ونحطوهم دون دي كورب، يعني عندنا شوف كيما ندير دي كورب دي تابلو نشوفوا الطفل هذاك بارابور للسن ديالو. داكور. ومن هذيك نستنتجوا ان الطفل راهو في حاله عاديه ولا لكان الميزان تاعو يفوق اون ابل 97 بيرسنتيل، يعني الحد الاخير تاع هذيك لاكوب يكون فوقها تما هذا الطفل راهو سمين ولا بدين، دونك يدخل في البدانه في السمنه.
داكور. وهذا الشيء في سن السن اللي يكون فيه وين يبان هذا؟ بو امبورت لاج، قادر 9 شهور يعني لي كورب تاعنا يبداو من الزيرو جوسكا حتى ل 16 سنه. داكور داكور. دونك المرحله تاع الطفوله يعني ممكن هذه البدنه هذه السمنه هذه تكون في 9 شهور، تكون تكون في الرضيع، تكون يا دي غرو بيبي دو نيسونس. داكور. الطفل اللي يزيد 4 كيلو، يزيد 5 كيلو. دونك هنا يبدلنا، مي هذه سي ما عندهاش تاثيرات كثيره في على الطفل، مي سي افيك لاج. داكور. وكاين التعريف صديق تاع البدانه، صديق ايشي في با نشوف الطفل السمين برك نقول هذا سمين بدين، لازم نشوف الميزان تاعو بارابور للطول ديالو. باسكو يا دي زونفون كي سون كرون دو تاي، طويل وجايب روحو، كي تلقى الميزان تاعو بارابور للطول تاعو يكون في لي نورم، ما يكونش بدين هذا الطفل. بالضبط بالضبط. وكاين في صديق الاعوام الاخيره لو بي ام اي، لو بودي ماكس اندكس، ماس اندكس، لانديس دو ماس كوربوريل اون لابيل، هذا سيت باش نعرفوا فيه سي دي بورسنتاج نحسبوا، يعني كاين لامي درسوه دوقا في المدرسات في اون سي ام في المتوسط، سي نحسبوا الوزن تاع الطفل نقسموه على الطول تاع الطفل، طول او كاري مربع، على مربع طول الطفل نلقاو ان بورسنتاج، لو بورسنتاج هذا نكلاسيوه، دونك بين 18 حتى 25% هنا يكون الطفل راهو عادي. داكور. فوق 25 ل 30 الطفل راهو صديق في اون زون ماهوش اوبيزيتي، مي كيما زون يعني قريب زون دو دونجي، فوق 30 دونك هنا راهو اوبيزيتي كيما نقولوا حاله مرضيه. داكور. فوالا. داكور. هذا هو التعريف تاع ولكن دكتورة السمنة هذه بالمرات قادرة تكون باساجير، يعني الطفل ياكل بزاف ولا لمدة ولا من بعد سمن ومن بعد يراقبوه شوية الأولياء تروح، ولكن كاين السمنة المرضية للطفل بالك ما يقدرش ينقص من الميزان، حبيت نفهموا السمنة الباثولوجيك هذه كيفاش تكون؟ لا باثولوجيك سي يعني الحالة تاع السمنة هذه تدوم، الطفل راهو يكبر والميزان تاعو راهو يزيد يقعد دائما فوق الحد تاعو، ميم يكبر باسكو اون سي كو لا كرواسونس تاع الطفل ملي يزيد حتى العام سي سورتو الميزان اللي يكون يزيد، نعرفوا الطفل كل شهر يزيد لا مويان تاع كيلو. بالضبط. يعني في كل حتى العام، من بعد العام الفوق الطفل يبدا بوكو بلوس يطوي الطول، دونك الميزان ما يكونش الزياده تاع هذا كيلو ولا يزيد 500 غرام 600 غرام 400 غرام في الشهر، سي بون. دونك لو كان الطفل يقعد في الزياده هذيك تاع كيلو زوج كيلو كل الشهر، هنا يدخل في المرحله تاع السمنه المرضيه. داكور. فوالا. والاسباب تاع السمنه هذه هي الاكل برك ولا كاين اسباب اخرى؟ نو، هي الحالة الأولى كاين دي فامي دوبيز يعني أو وراثية، وراثي العامل الوراثي يدخل يعني بكثير في هذه الحالات، تلقى دي بارون لو بير يعني كي تبدا نديرو الشجرة العائلية سيب دي زوبيز دون لا فامي، وي الأب ولا الجد الأم الأب تاعها الأخوال كي تقول لك نو أختي سمينة، خويا سمين، عمو عمتو، ومن بعد لي بتي زونفون تاع دون لا فامي، دونك كاين الحالة الوراثية. كاين حال كان الاكل مع الطفل كي يبدا يدخل في النظام الغذائي تاع ان ادولت، يبدا سيزيغي لو غرينيوتاج، الطفل يبدا غرينيوتي تو، دونك سا دون لوبيزيتي. داكور داكور داكور. شكرا 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 استاذه. شكرا. سيدة تفاحي هانية أخصائية في علم النفس، ما يخفناش باللي السمنة سواء نفسية الطفل ولا نفسية الوالدين ولا تتأثر لما يكون عندنا طفل يعني طفل غير عادي غير عادي غير عادي، ديجا الوالدين يتأثروا كامل، ما بالك لما يكون سمين وبالك حتى يكون نوصلوا للسخرية وكامل. من بعد نشوفوا أستاذ لابري في المدرسة كيفاش يتعاملوا مع هذا الطفل هذا. احنا ماذا بينا تتكلمنا شوية على نفسية هذا الطفل ونفسية الوالدين تاعه، وهل
مانيش عارف اذا كان الوالدين يوصلوا حتى يحاولوا يتصلوا باخصائي نفساني ولا لمعالجه هذا الوضع هذا. نعم. دابا تكلمينا على شكرا استاذ يزيد على هذه الاستضافه. نعم يعني جاونا حالات بزاف للفحص النفسي بخصوص السمنه، ولكن هما كي جاوا تقول لك باللي جبت لك انا هذا الطفل لخاطر السمين. احنا من بين الاشياء اللي تقولها لنا يعني احنا باش ولا هذا الطفل سمين وعلاش ديجا سمين، نعاودوا نقولوا للام النظام الغذائي اسكو كان هذا الطفل باغ اكزومبل حوايج ما لازمش يديرهم اسكو كان على باله بهم ولا ما على بالوش بهم. هنا نلقاو شويه صعوبه، صعوبه وين ما نلقاوهاش في الحوار مع الام لما يكون تكون السمنه سببها وراثي. دوك وراثي لا غالب هي الام ديجا ممكن وهي ماشي سمينه ولكن خرج الباتيرنال معليش. هنا نديرو حصص مع هذاك الطفل، والطفل احيانا وين يكون يعني السمنه احيانا ما تظهرش يعني 6 سنين تهدر معاه على السمنه ما يفهمكش، نقدروا نقولوا 12 سنه مع المراهقه، لانه مع الاول تعجبوا الصوره ليماج دو كور تاعو تعجبوا كيشوف في المرآة، ولكن كي يولي ادوليسونس ولا في ولا لو غارسون يولي ينتبه انه باغ اكزومبل كي يلبس بنطالون سليم ما يجيش كيما صاحبه. هنا يبدا يتاثر ان اللباس اللي يلبسه ما يظهرش بالطريقه اللي يحب هو يشوفه. يحس بلي راه مختلف. مختلف هنا هو يولي يعرف يقارن نفسه باغابوغ للدراري اللي راهو معاه. الطفله نفس الشيء تشوف كاين باغ اكزومبل لباس، احنا مثلا كي نروحوا نشرو لباس نلقاو يقول لك 36 38 46 ما كاش. صح صح. فوالا تولي استاذ هما يديروا الكوراج يقول لك باغ اكزومبل احنا واش راهو يتباع غير لازم احنا ننتبهوا باش ما تجي لك تقول لك باغ اكزومبل واش نديرو؟ انا ناخذ معها دروس، نديرو معها حصص نفسيه، وفي نفس الوقت نشوفو طبيب في التغذيه باش يساعدني يدير لها تنظيم غذائي معين. الدور تاعي هنا كيفاش يدخل؟ اني ندير معها علاج معرفي. وعلاش؟ لان كي نديرو علاج معرفي انا اغير تلك الافكار السيئه بالافكار الايجابيه، باسكو حتى ودير الريجيم، الريجيم ماشي سهل. ريجيم لازم بسيكولوج هو اللي ريجيم يعني صعب. هي ريجيم بالنسبه لها كلش ممنوعات، ولكن كي يكون بتدخل اخصائي نفساني ويكون ريجيم ويكون عندنا فحص كل اسبوع يعني يكون هذاك ترجع له الثقه بالنفس تاعو ويكون عنده اطمئنان على باله باللي الاخصائي النفساني هو معاه والبيدياتر راهو معاه والطبيب في التغذيه راهو معاه، هو يدير الشجاعه باش يجوز على هذيك الازمه اللي راهو فيها، لان نقدروا نعتبروا انها ازمه بالنسبه له. بالضبط بالضبط بالضبط. جميل 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 جميل. سيد لابرين اوردين اخصائي في علم التربيه 39 سنه في هذا الميدان كمدرس ومدير مؤسسه، حبيتك تكلم لي على السمنه في الوسط الدراسي، يعني هاد الاطفال هادو كيفاش يتعاملوا معهم اصدقائهم، كيفاش يتعاملوا معهم كذلك المربيين، يا هل ترى هذا الطفل هذا كيفاش يعيش هذه السمنه هذه؟ بالك بالمرات توصل الى السخريه، الى يعني اصحابه بالك يقولوا له الفاظ هكذا يا سمين يا كذا، كيفاش الطفل يعيشها؟ وهل خلال المسيره ديالك صادفت هذا الوضع هذا؟ تفضل استاذ. شكرا سي يزيد، بارك الله فيك. بارك فيك. السمنه كما تفضلت الاستاذتان الطبيبتان تمس الأطفال بنسبة متفاوتة، لكن السمنة كما هو معروف هي مرض العصر. بالضبط. هذه السمنة من بعد نتكلم عن الجزائر. الأنظمة الغذائية. هذا هو. بعد ترو كالوريك الماكلة. نعم. بعد الاستقلال حتى الثمانينات ما كانتش هذه الظاهرة. بالضبط. باينة. إلا نادرا حالات يعني خاصة. بالضبط. وراثية ولا نعم، ولكن بعد التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد والنمو تنوع الغذاء نعم والنمو كثرة الغذاء لا هذا هو، فأصبحت تظهر وتظهر على خاصة على أبنائنا على أطفالنا. وزيد أنا نفتح قوسين مش تكلم من الناحية الطبية ولا يعني هذا دي ستاتيستيك يعني وهذه دراسات معروفة يعني. وزيد حتى نوعية المأكولات والطعام اللي رانا نتناولوه ويتناولوه اولادنا، النوعيه تاع اليوم ماهيش كما النوعيه نتاع السابق. تعرف فيها ادويه كيميائيه
خاصة فيما يخص الفلاحة الصناعية هذه والقوية. أصبحت هذه كلها مؤثرة لا في الجزائر فحسب وإنما في كل بلدان العالم لا سيما في البلدان المتقدمة. البلدان الغربية وأمريكا وكندا يعانون يعني الأطفال يعانون من مرض السمنة أكثر من بلدان العالم الثالث الناشئة. هذا من جهة. إذن اليوم المدرسة العصرية الحديثة اليوم يعني أصبحت تعاني يعني هذه المعاناة من هذا المرض جديد بالنسبة لها. بالضبط. أصبحت فيها حتى بكري بالك في المدرسة كلها تسيب واحد ولا اثنين. نعم أكثر شيء ما تلقاش يعني خاصة في الابتدائي ما تلقاش. لكن يعني اليوم تنجم تلقى حتى 20% حتى 10-15% يعني. المهم هذا السمنة هذه كان أنا مارتين هذه الدكتورة أنا مارتين مختصة في طب الأطفال ولكنها في البيداغوجيوس يعني علاقة طب الأطفال بالتمدرس فدرت دراسات معمقة وجدت أن السمنة تؤثر على تمدرس وعلى تحصيل التلميذ هذه لا محالة وتزيد تقول أن السمنة تؤثر على البنات أكثر مما تؤثر على الذكور وهذا شيء معروف البنت أنيقة وبنت احنا نقول الجنس الجنس اللطيف اللطيف يعني لطافة وكذا هي تشعر تحس وتتأثر أكثر من الطفل من الذكر لأن الذكر في بعض الأحيان يعوض هذا السمنة بالقوة يقول أمام صحابه لما يحبوا يضحكوا عليه ولا يقولوا أنا عندي قوة وأنا صحيح وأنا كذا وأنا شايف أما البنت لا البنت حاجة أخرى والتحصيل هذا حتى في الامتحانات الرسمية أو نهاية التطور في امتحانات الأهلية والبكالوريا كثير من بنات يعني يكونوا عاديين وذكيات وكذا ولكن هذه السمنة تؤثر عليهم. التأثير هو تأثير مرضي المرض لأن فيها هي زيادة الشحم هذا واللي أثر على القلب وعلى المخ وهذا يدخل في الميدان الطبي عند السبو ما عندوش رشاقة يعني ما عندوش هذا يأثر تلقى فيها خمول يعني تأثر تولي خاملة تولي كذا أو خامل وهذا واحد واثنين هو نظرة الغير إليه فنظرة المعلم إلى البدين يعني يظن بعض المعلمين يظنوا بأنه كسول هو لا مش كسول هو الغلب يعني طبيعته هذه السمنة هذه البدانة يعني تؤثر على جسمه بالضبط. ثم والأخطر هذا هو نظرة الزملاء بحيث أن الزملاء يعني يلقوا أن السمنة موضوع يعني جميل بين قوسين الاستهزاء والسخرية ويعطيو لهم أسماء يعني كنا تكلمنا عليه في الموضوع لا اللي فات كنت حاضر معنا وين كانت السمنة من بين العوامل اللي تؤدي إلى الاستهزاء والسخرية في المدرسة نعم يبدأوا يسموهم بتسميات كذا يا سمينة يا كذا كانوا يقولوا لوريلي هاردي هذاك تعالى كانوا يعني زمان في وقتنا اليوم يعرفوا شو ولكن يسموهم كذا فيتأثروا الأولاد كان ظاهرة أستاذ يزيد هذا السمنة كنت تنجم تقول لي والمدرسة ما دورها وش لازم تدير يعني كاين لا كونتين سكولير المطعم المدرسي المفروض يلعب دور في التعامل مع الأطفال أو التلاميذ البدناء لكن احنا في الجزائر عندنا المطاعم احنا في الابتدائي وفي الأطوار الأخرى لكن لا 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 يهتمون بهذا النقطة بالضبط. يعني يديروا وجبة تاع طعام موحدة ثم لا يراقبون الطفل البدين يعني الطفل البدين يأكل أكثر لا هي في الجزائر حتى طبيب التغذية يعني النيوتريسيونيست يعني غير كما بدأ يظهر غير كما يبدأ جديدة جديدة عندنا بالدكتوراه تزيد تكلمنا على هذا الموضوع جديدة يعني غير كيما احنا حتى مثلا يعني السمان الكبار غير هنا اللي ولاو يحوسوا على الطبيب باش يداوي بكري يقول لك انا سمين وقعد سمين وخلاص يعني ما يكسرش راسه كما يقولوا ما يدرك ولات الناس يعرفوا بلي فيها امراض ممكن انه يمرض ممكن انه كذا كاين الناس ان الوالده تاعي مثلا كانت شويه ما كانش سمينه بزاف ولكن كانت باش دير عمليه جراحيه قالها الطبيب تروح تقصي 10 كيلو من يعني كلارينات يعني تقصي 10 كيلو ودير العمليه ما تزيدش في الميزان يعني ما لازمش نوصلوا حتى يولي في التخويف
يعني يقول لك فوالا وكان ما تنقصش في الميزان قادر يجيك مرض السكري ولا يجيك لا طونسيون ولا يجيك القلب ولا يجيك كذا ولا. وهذا الناس البدناء يعني هما عرضه اكثر لهذا المرض. دوك اطفالنا نظن باللي واحد ما يسناش حتى الطفل يكبر ولا باش من بعد يولي يحوس كيفاش شيء كامل، لانه الطفل من بعد جتمو الدكتوره تتكلم لنا مادا بيا دكتوره وكنت كلمتينا هذا الطفل هذا اسكو طبيب التغذيه ناخذوه هو صغير ولا كاين تدابير للوالده ولا الوالد يقدروا ياخذوهم في البيت ويراقبوا هذا؟ احنا مادا بينا نعطيوهم نصائح صغيره باش نشوفوا اذا كان هذوك النصائح هذوك ما فادوش بمن يتصلوا، هل يروحوا للبيدياتر ولا يروحوا عند طبيب التغذيه النوتريسيونيست ولا يشوفوا هذه الحلول هذه حبينا نعرفوها. الوغ دونك صديق كي نقولوا نديروا لو دياغنوستيك هذا الطفل خلاص ايدي اوبيز راهو بادين راهو سمين دونك دخل في هذه لا كاتيجوري، لازم نديروا تحاليل نشوفوا التاثيرات تاع هذه السمنه على الجسم تاعو. دونك نشوفوا من بينها نديروا تحليل تاع نسبه السكر في الدم لا غليسيمي سي امبورطون باسكو لي زوبيز يفون دي كومبليكاسيون دو ديابيت اكثر من الاشخاص العاديين. نديروا نسبه الكوليسترول باسكو لوبيزيتي سي انكسي تاع الدهون دون في لو كور دونك الكوليس نسبه الكوليسترول في الدم تكون طالعه اوسي ميم الدهون لي تريغليسيريد هذوك اوسي نديروهم وبيان سور ان بيلون كومبلي بيلون رينال تاع الكلى اي تو اي من بين نشوفوا يعني الا كاين دي كومبليكاسيون هادو باش نداووهم ولا لا. الا ما لقيناش تاثيرات كامل صديق ما كانش دواء معين نعطوه لهذا الطفل تما صديق نبعثوه عند النوتريسيونيست طبيب مختص في التغذيه باش يتبع نظام غذائي معين باسكو نقولوا لازم ندير ان ريجيم كسوا بوغ ان اونفون ولا واحد كبير ماشي الريجيم تاع ما ناكل والو ما ناكلش باش نشيان بالضبط بالضبط ومن بعد نطيح في امراض بلو غراف بالضبط دونك جو بريفير لي سي ان اونفون اوبيس كو نخلي نديرو في ان ريجيم ستريكت ويطيح في دي مالادي غراف باش نداويهم بالضبط سوء التغذيه يطيح كان سوء التغذيه لا مال نوتريسيون كما يقولوا دونك هذا الطفل نديرو له ان نوتريسيونيست يعطيه ان كالندريي كل يوم واش ياكل ويعني نحسبوا بلي لي نومبر دو كالوري بالضبط بالضبط ودركا يعني لي زاليمون اللي يتباعوا كلهم مكتوب فيهم كومبيان دو كالوري سي بيقول لك 100 ملي لتر 40 كالوري كذا دونك مي الطفل ما يعرفش هو لا الاولياء انا نهضروا فوالا الطفل ما يعرفش دونك لو نيوتريسيونيست ميم الاولياء ما يعرفش اكزاكت بالضبط دونك يقول لك فوالا حتى تعطي ينبههم دونك نشوف انا الطفل هذا على حسب العمر ديالو على حسب النسبه البدنيه تاعو الطول ديالو واش لازم له لو نومبر دو كالوري تاع الجسم ديالو باش ندير له لو ريجيم نعطي له الاحتياجات اللي يحتاجها الجسم تاعو جوست يعني بوغ باش هي برك باش نوجهوا الاولياء هي نورمالمون 2000 كالوري في اليوم للطفل يعني الكبير شويه الطفل 1500 من 1500 الى 2000 حريره في اليوم وكاين حاجه اخرى سي لو سبور الرياضه سي ان اليمون تري امبورطون هذه لاني كنت منتظر باش نتكلم رانا في نفس الفكره في الرياضه يعني في الميدان في المدرسه الطفل في الميدان عندنا مشكله يجيبوا لنا ديسبونس هذوك وي التلميذ الطفل التلميذ يحرص مع الوالد تاعو يقول له شوف لي طبيب واعطيني لا ديسبونس يجي عافيني من الرياضه يقول. نعم يعني هذا اللي شويه عندهم بالعكس عندهم الوزن المتزايد يجيبوا لنا في لي ديسبونس واحد النهار شفت انا طفل هكذا في الحقيقه بنت شبيك قالت لي لا شيخ وكذا يعني مريضه وهي مريضه ما ولد لا هذا السمنه باين هذا الظاهر استدعيت الوالد نتاعها كنت نعرفه جاني وحكينا قلت له شنو هذا يا قال لي نقول لك قال لي هي اللي حبت تكون ديسبونسي لانه الاستهزاء تاع التلاميذ بالضبط يكون اكثر في الرياضه البدنيه لان المظاهر تاع السمنه بالضبط. تظهر اكثر تظهر خاصه لما يكون هذا هو شوف يعني هو اعطاني فكره وهذا صحيح ولكن بعد نحاولوا نقنعوهم باللي هذا عكس ما هو مطلوب يعني الرياضه احنا الدكتوره تسمح لي فقط الدكتوره راهي تاكد بان اللي عنده السمنه لازم يدير الرياضه واخيرا مادام اخذت الكلمه انا اخذتها هكذا احنا نقولوا ان السمنه هذه الاكل هو
هو العامل الأول، هو العامل يعني الرئيسي بعد الوراثة كما يقول. وكعرف كان واحد مثل اللي يقول لك المعدة بيت الداء، بالضبط يقولوا. ولكن بعض الحكماء كعرف وش يقولوا سيزيد واختم بها، يقول لك يا بني في الصباح، يعني في الفطور تاع الصباح، في الصباح كل مثل الملك، في الغداء أتغدى مثل الأمير، وفي العشاء أتعشى مثل الفقير. جميل جميل جميل. هي الوجبة تاع الليل هي المشكل، خاصة لما واحد يأكل. أنا شفت كاين دول غربية وين يتعشوا على 4:30 تاع العشية، 4:30 قبل 5 يعني ماكسيموم، أقصى حد يتعشوا على 6. إحنا احنا نتكلم على نفسي، احنا في درنا احنا نتعشاو العشرة ونص لحداش نظام، يعني يعني مليح العشاء مليح يكون بكري، يعني الانسان يكون ليجي، حتى الانسان ما يديرش كوابيس، ما يديرش، وحتى عنده الوقت باش يحرق هذوك لي كالوري. يعني تغدى تغدى وتمدى وتعشى وتمشى وتمشى. اه والله كرو منه كرو منه. دكتورة حبيت برك نسقسيك، سمعنا في الاونه الاخيره بلي الناس يديروا لي نو ديستوما هذوك، يقطعوا من الاستوما شويه، سمعنا هذو هذو ما يخصوش الطفل. نو 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 ما يخصوش الطفل، يعني باش نقولوا للناس الطفل نو. الطفل سي النظام غذائي معين، الرياضه سورتو لو سبور لو سبور لو سبور سادير ميم مش غير لو اندوبيز بور تو لي زانفون. بالضبط بالضبط كونسي لوخر مي سادير عند هاد لا كاتيجوري دونفون اي اون لي كونساي بوكو بلوس لي رياضه. وبيان سور لازم لا بريز اون شارج بسيكولوجيك باش الطفل تنحلو هذيك العقده ديالو. حتى بيداغوجيك انا نظن للمعلمين عندهم دور كبير باش يعني الطفل هذاك شغل يفولغاريز العلاقه، شغل يسيبو حل، لانه اجتهاد المعلم. بون تكلموا على المعلم وتكلموا على الاولياء كذلك، ولكن المعلم بالمرات يجتهد باش يرجع هذاك الطفل بحركات وكامل يرجعوا عادي، يعني يتكلم معاه يمزح معاه يشوفوا بلي ويحبوا يشوفوا، يعني هي سي سوبجكتيف على كل حال، اشياء ماهيش يعني شخصيه يعني يديرها المعلم. وحتى سي يزيد في برنامج التربيه كاين دروس فيما يخص التربيه الغذائيه والتربيه الصحيه. جميل. دروس غير ماهوش يعني ماده في حد ذاتها، ولكن في حصه في ماده العلوم الطبيعه والحياه مثلا. بالضبط بالضبط. لانه ياكلوا الخضر، ياكلوا نعم، لانه الطفل المشكل تاع الطفل انه ما ياكلش الخضر يعني. حقيقة شفتها في الأطفال الصغار ما يأكلوش الخضر، ما يأكلوش، هذا هو المشكل. أنه معلم ما يقول لك نعم. أستاذ يزيد كان فقط إضافة انتبهت بلي ما قلناهاش، باش نقولوا الأولياء أن السمنة في الطفولة نقدروا نسترجعوها، ولكن إنسان كي يكبر نتملي هنالك صعوبة. كان يقول لك والله ما ناكل والو، ما نقصت والو. بالضبط بالضبط. هنا واش حبيت نقول باش نديروها في الأذهان تاع الأولياء، أن الطفل تاعها غير تنتبه له بداية سمان تعاود ترجعوا شويه للور، ماشي نخلوها حتى تطفر مباشره تروح للتغذيه سن الرشد ويولي خلاص في عمره 20 سنه، وبعد هو يولي ما يعرفش يتراجع. صعب صعب. فوالا هنا المختص فوالا توالف مثلا توالف نمط معيشي تاع الاكل. نعم. ومن بعد تقول يجيك شهر رمضان معظم الايام الاولى، علاش الايام الاولى تجي صعبه؟ نعطيك مثال معيشي يتغير. نعم نعطيك مثال بسيط فقط فقط مثال بسيط باغ اكزومبل، يرتفع الضغط تاع الدم تاعنا، تجينا لا طونسيون نروحوا عندنا يقول لك لازم تقيسها اسبوع ولازم تاخذ نظام غذائي. حنا كبار نبداو غير ذاك النظام ما نقدروش نتعاملوا معاه. نقص شويه الملح ما تقدرش جوستومون يعني. بصح هنا حنا على بالنا رانا كيما رانا في الوضعيه، رانا في مرض، ولكن مليح انه الانسان يسترجع نفسه كي يكون في حالته طبيعيه كيما نقولوا حنا افخوا، ويحاول يلقى حلول لنفسه قبل فوالا ان الوقايه خير من العلاج. إذن الوقاية ثم الوقاية يا أولياء مولاتكم. معنا اليوم إيمان، تجربة حية. إيمان ماذا بينا تحكي لنا على الحالة هذه اللي صادفتكم في العائلة، ولو في عجالة هكذا تحكي لنا بدون رقابة كما يقولوا. السلام عليكم. مرحبا بك. صحة. صافي بليزير. يطول عمرك. يطول عمرك. نعم يسلمك. مرحبا بك. دونك انا عندي مانياس اللي هي بنت خويا الكبيره، دونك كي زادت هي لا بروميير في لا فامي تاعنا. المازوزيه. بيان نو لا بروميير. ما كانوش عندنا ديجا دي زونفون. الله يبارك يعيشك. ابخي تيلمون بون لحقت 6 mois 7 mois 8 mois كي بدات تاكل
تلمو كامل نحبوها كامل نعطوا لها الماكله كامل نشرو لها علاهم انعم وي انتوما اللي فسدتوها انعم وي الوغ تكبر الله يبارك وتزيد في البوا بزاف دونك في شهر كانت تزيد باغ اكزومبل بالك 1 كيلو كنزيد بالبزاف الله يبارك ومن بعد تكبر ممكن نرفدوها وندي غير في الناينا جلد وندري با ام بيبي اه الله يبارك الله يبارك الله يبارك يعيشك ابخي كبرت هكذاك مع هي 8 كي لحقت لاكريش هكاك بون كانت كي تجي من لاكريش توجور جيعانه جيعانه من بعد كي شفنا لا ميتريس تاعها دونك لا ميتريس تاعها كانت تقولنا بلي تاكل كيما لي زونفون كامل تلمو مولفة تاكل 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 الوغ ما تشبعش ميم كانت تاكل كيما الدراري الاخرين كانت تحس روحها توجور جيعانه لانها تعودت على نمط غذائي هذا هو المشكل الريجيم هذا كي تعودت عليه اكزاكتومون ومن بعد كيفاش درتو؟ الوغ كملت هكاك كانت تقولها لا مامون تاعها زيد يعطي لها باغ اكزومبل ماكله اي تو لا ميتريس تاعها ما تحبش باسكو تقول لها كيما هي كيما لي زوطخ انفون ها يماها كانت تقول لهم زيدوا لها وي تقول لهم زيدوا لها باسكو ما تشبعش هذه مفشه بزاف هذه بيان سور الوغ كملت هكاك كبرت ولات بروميير اني بريمير ا بوبخي كانت كي تروح تقرا توجور البروف تاعها تحطها مع الاخر كامل فون دو لا كلاس سي دوماج alors جيت تبكي تقول لنا لا ميتريس تاعي حطتني اون فون دو لا كلاس وما تحبنيش اي فوالا بيان سور دونك بيان سور باسكو كانت غران دو تاي الله يبارك الوغ من بعد ديناها عند بسيكولوج اي تو حوسنا ديناها عند طبيب اوسي مد لها كيفاش الريجيم تاعها كيفاش عطات لها بيان سور عطات لها من كالوندري الريجيم نعم يا اخي ولا الله يبارك انت ما قدي مالغري انا كنت كبير عليها دونك ولفت هذاك لو ريجيم اليمونتير هو الفاتو صعيب ما كانش تلمو ولفت سي بون ما تقدرش ميم دي فوا تكون ما مدولهاش تاكل بتخبيه باغ اكزومبل تدخل هذا المشكل هذا المشكل تاع السمنه وي سا مامون تدخل ليها لا شامبر باغ اكزومبل في الليل تلقاها تاكل مالغري هذيك الحاجه ماشي هي كامل هي اللي عطاتها لها دونك ولا تخبي عليها الماكله باش ما تاكلهاش داكور 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 مي دوكا عندها 9 ans الله يبارك صافا كومان باسكو بدات شويه بدات تفهم باسكو لي صحاباتها اي تو كامل اللي بانوا صغار عليها دونك هي تبان كبيره في اللاج هي الطفله كي تبدا تكبر هكذا تبدا تحس نعم اكزاكتومون الوغ كانت تبان شويه كبيره مع احنا في الدار وسي نضحكوا معها على كل حال مي بون بتات خانا نلبس حوايجها نقولها جا قديتو باسكو انا لا تاني صغيره تاع الدار دونك هي لا بتيت عليا صافي توجور هكا ولات دير شويه ما تاكلش بطاط بالك لابيتي تنحت لها اوسي ماشي كيما كانت هي على كل حال فو فير اتونسيون كيما قالت الدكتوره ما لازمش مباشره تروح انها تنقص تنحي لي زاليمون كامل هي لازم رقابه على الريجيم هذا اللي عطاه لها الطبيب هو اللي لازم تتبعه هو اللي يتبع فيه هي بتشيك مون دوكا تعلمت تعرفت كومام كيفاش تاكل عرفت كومام باللي لاطي تاعها ماشي كيما لي زوتر صحابتها اللي ميم عندهم ميماج دونك سافا الحمد لله دوكا راهي كومين سافا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يعيشك يعيشك تفضلي استاذه يزيد يعني كتجربه بالنسبه الى موضوع السمنه قمت بموضوع الماستر تاعي على محاولة الانتحار انا خضت ثلاث فتاة ثلاث نساء وثلاث رجال كوم باغازار من الصدفة أني اللي تحصلتها لما درت اختبار الرشاخ على امرأة كانت تعاني من السمنة وكانت تبلغ من العمر 23 سنة دارت محاولة انتحارية بعد ما لقيت هذا أنا في التست على الرشاخ دخلت معها في المحادثة من بعد لحقت أن هذه المرأة ترفض الصورة الجسدية تاعها تقدير الذات تاعها منخفض وبالتالي ادى الى ظهور اعراض الاكتئاب ومنه ادت الى محاولة الانتحارية يعني لازم ننتبه بان السمنة هي موضوع جدي بالضبط لو احنا ماشي على اكل زائد نديروا مشاكل نفسية وسلوكية إلى غير ذلك لازم في الدور هنا أن الأهل يأخذوا بعين الاعتبار جدية الموضوع في الدور الأول يعني في الدور الأول لأن الطفل تاعك تعلمه يأكل صحن بالضبط. ما يزيدش للصحن الثاني يشرب كأس عصير ما راحش راح يروح للكأس الثاني شكرا 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 لكم الصحة شكرا إذن يا أولياء السمنة ما هيش حاجة خطيرة ولكنها خطيرة إذا كان ملتيتوش بها كي تشوف الطفل تاعك بدا يسمن يعني بطريقه غير عاديه لازم تعرضوا على الطبيب وترد بالك ترد بالك وما لازمش ثاني تفشوهم تعطي لهم ياكلوا واش يحبوا كامل لازم كلش بانتظام والاجدر انهم يمارسوا الرياضه
والنمط الغذائي نتاعهم يكون سام. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع هذا. تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا ولبلدا، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم مؤمن، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.